نواصل حوار الساعة، وفي هذه الفقرة نحاول أن نستعرض نموذجين لمدن مختلطة. اللد التي تشهد توتراً في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد دخول ما يسمى بالنواة التوراتية. والنموذج الآخر هو تلك المدن المختلطة الحديثة نسبياً، والتي أقيمت داخل تجمعات عربية وعلى أرضها أحياناً كنوفها جليل أو نتسرت علي. أستضيف معي للحديث عن هذا المحور فداء إشحادي، عضو بلدية اللد، وحبيب عودي، عضو بلدية نوفها جليل. أهلا بكما معي. سأبدأ مع نوفها جليل. أستاذ حبيب، يعني ما هي أبرز التحديات للعرب في مدينة نوفها جليل؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لفداء معنا. طبعا بدون أدنى شك أنه في اختلاف كبير بين المدن المختلطة التاريخية يافا، لد، الرملة، حيفا وعكا، وبين المدن المختلطة كيف تفضلت حديثة التكوين مثل نوفا جليل. وضع السكان وقضايا السكان في المدن التاريخية أيضا يختلف عن نوفا جليل، ولكن إحنا بنوفا جليل ما منعيش بحياة وردية، يعني حتى الآن ما استطعنا أن نحقق المساواة التامة. هناك تمييز ضد السكان العرب، وفي بعض الأماكن أيضا تمييز صارخ. طبعا منذ أن دخلت القائمة المشتركة وتأسست قبل 13 سنة ودخلت المجلس البلدي، كان هنالك تغيير كبير جدا بكل التعامل مع قضايا السكان العرب. استطعنا تحقيق إنجازات تاريخية، فعلى سبيل المثال لأول مرة في نوفا جليل يكون نائب رئيس عربي دكتور شكري عواودي، وأيضا إدارة لجان أساسية في البلدية. اليوم إحنا جزء من الائتلاف البلدي ونسعى لتحقيق المساواة للسكان العرب. استطعنا تحصيل ميزانيات خاصة للسكان العرب للاحتفال بأعيادنا، كل سنة تقام احتفالات للاحتفال بالأعياد العربية. هذا الشيء يعني مش مفهوم ضمنا في بلد زي نوفا جليل اللي هي أقيمت من أجل تهويد الجليل، يقوم فيها إضاءة شجرة الميلاد بحضور رئيس البلدية ونواب البلدية وأعضاء البلدية، إقامة سوق ميلادي، احتفال بشهر رمضان الكريم وبالأعياد الفضيلة. هذا الشيء مش مفهوم ضمنا، ولكن كما قلت ما زال هناك قضايا حارقة، وعلى رأس هذه القضايا هي قضية التعليم. يعني لا يعقل 3500 طالب عربي من سكان نوفا جليل ما في لهم ولا حتى مدرسة واحدة يدرسون عربية. مدرسة عربية، طبعا مدرسة عربية، احنا نطالب بمدرسة عربية يدرسون بالناصري بالأساس. يعني هذا الإشي يعني مش مفهوم، وإحنا متابعين الموضوع هذا، وأنا أقول يعني وبصوت قوي أن موضوع المدرسة هو موضوع، يعني السؤال مش إذا راح يكون في مدرسة، السؤال وين راح يكون في مدرسة. طيب رح نعود نرجع لموضوع المدرسة، ولكن دعني أنتقل إلى واقع آخر، واقع اللد. يعني في الآونة الأخيرة في خطة اقتصادية لدمجت أيضا البلدات المختلطة، المدن المختلطة، منها اللد أيضا. كيف برأيك سوف تنعكس هذه الميزانيات على أرض الواقع في البلدات أو في المدن المختلطة؟ مرحبا مريم. مرحبا. الميزانية ما أجتش، الخطة 550 تقدم ما أجتش عشان تبدل ميزانية البلدية. فهون كان أول سوء تفاهم مع رئيس البلدية، إنه كأنه الميزانية اللي جاي هلا من الدولة اللي هي لا يعني تطوير أو لا يعني تصغير أو الفروقات بين المواطنين العرب واليهود، أجت كأنها بدل ميزانية البلدية، وهي أجت إضافة لميزانية البلدية. وكان رئيس البلدية توجه لمحكمة العدل العليا للمطالبة يعني بإضافة ميزانية الخطة للمدن المختلطة وللد بشكل خاص. امبارح انرفض البقات بقلب المحكمة، وتوضح يعني الجواب كان عليه إنه هو ما أجاش هون، ما أجاش إشي يبدل إشي، هو أجا إضافة.
الإضافة هي أجت يعني بسبب كل السياسات التمييز على مدار السنوات، وبسبب إنه البنية التحتية يعني بالحارات العربية مختلفة عن الحارات اليهودية، أجت لتقوية البنية التحتية ولإضافة ميزانيات عشان تعمل عملية تسريع شوي بتصغير الفروقات. يعني على أرض الواقع المبالغ مش طائلة، ما نقدرش نقول إنها راح تعمل يعني فروقات يعني في بعده يوم وليلة. بقولوا بعد انه ما في خطط، في ميزانية كبيرة بس ما في خطط او استراتيجيات طويلة حاليا المدى. في عملية مسح لإيش المتطلبات الأساسية اللي من وين بدنا نبلش. بس يعني احنا يعني المدن المختلطة ماخذة يعني كل مدينة بيطلع لها قريب 12 ل 15 مليون، اللي هم يعني إذا بدي أحولهم لمشاريع هم بيطلعوا مشروع أو اثنين. يعني إذا بنوفا جايلدهم يبنوا مدرسة، هي مش داخلة أظن بالميزانية الحكومية، هي دوبها هاي يعني المدرسة. فهو مش إشي اللي راح يعمل يعني انقلاب أو ثورة بالفروقات وراح يخلينا بتساوي تام، بس هي خطوة اللي يعني اللي بتبلش يتحرك أشياء. بس مش يعني مش راح يصير انقلاب بسبب الميزانية، إضافة الميزانية بقلب المدن المختلطة، ومش راح يتغير الواقع بيوم وليلة. في هون مسار كتير يعني أطول عشان يتغير، غير إنه يعني أنا بنظري إنه الميزانيات والأموال مش هي اللي بتخلق المساواة. يعني في بالفكر وبالنهج إشي لازم يتم تغييره، لأنه السياسات بالأساس تمييزية مش المصاري اللي عم بتحل الأزمة. نعم، مش ضخ ميزانيات. طيب أستاذ حبيب، سأنتقل إليك. يعني موضوع الانتقال للعيش في مدن مختلطة، يعني باللد الرمل يافا هن السكان الأصليين، في نوفها جليل أو نتسرت عليت أو كرميل أو يعني المدن المختلطة الحديثة، في انتقال من مدن من بلدات عربية مجاورة إلى هذه البلدات المختلطة، ما هي الأسباب برأيك؟ طبعا في عدة أسباب. بنوفا جليل الوضع هو مش 100% أنه الناس تنتقل من الناصرة أو من القرى المجاورة. بنوفا جليل في حي اللي يدعى حي الكراميم كان قائم قبل ما أقيمت نتسيرت عليت. يعني نوفا جليل أو نتسيرت عليت بوقتها هي أجت على حي الكراميم. هذا الحي هو حي عربي ب 99% من سكان الحي هن سكان عرب. وبهذا الحي نقدر احنا نشوف بشكل واضح التمييز ضد السكان العرب من ناحيه تطوير بنى تحتيه. يعني بنحكي احنا بحي ثلث الحي تقريبا غير مربوط بشبكه الصرف الصحي. يعني هذا شيء لا يعقل بمدينه زي مدينه نوفا جليل، لكل اثنين وخميس في مشاريع بملايين وعمارات جديده واحياء جديده، يكون في حي او جزء من الحي اللي هو غير مربوط بالصرف الصحي. يعني شيء لا يعقل. احنا كمان طبعا متابعين هذا الموضوع وان شاء الله نتوصل فيه يعني لحل. الفئة الثانية طبعا هي فئة السكان اللي اجت من الناصرة والقرى المجاورة، طبعا بسبب سياسات حكومية. الكل بيعرف انه في تضييق، يعني مدينة الناصرة ما تم توسيع مسطح المدينة افكر من سنة 48، فصار في اكتظاظ سكاني كتير كبير، الناس بتعمر فوق بعض، في مشاكل بالمصفات، في مشاكل بتطوير الشوارع، حركة سير، فكتير شباب وكتير ناس اللي بسبب هاي الضائق اللي موجودة بالناصرة وبالقرى المجاورة قرروا انه هن ينتقلوا لمحل افضل. وبما انه هن بحاجة لمحل اللي هو يكون قريب على عائلاتهم، فهن قرروا الانتقال لنوفا جليل. كمان سوق العمل بنوفا جليل يختلف عن الناصر، يعني في أكثر فرص عمل، خاصة يعني نسبة النساء العاملات في سوق العمل في نوفا جليل يعني هي نسبة عالية جدا. طبعا العربيات طبعا بشكل عام أغلب السكان العرب سكان نوفا جليل إن يعملون خارج نوفا جليل، ولكن أكيد طبعا بالأساس هو البحث عن مكان اللي هو واسع، حدائق للأطفال، شوارع مرصفة، تقدر أنت تنزل مع ابنك تمشي بالشارع، تصف السيارة تحت البيت، حدائق طبعا، شوارع نظيفة مرتبة. طبعا احنا لا ننكر انه وضع الناصرة والقرى المجاورة يعاني يعني بشكل كبير. بالأساس
بسبب تمييز بالميزانيات. يعني إذا إحنا جينا نقارن ميزانية نوفا جليل مع ميزانية الناصري منشوف أنه الميزانيات الغير اعتيادية اللي بسموها التبارم تحصل نوفا جليل على ميزانيات ضخمة. يعني نوفا جليل أقامت بارك حديقة عامة بقيمة 44 مليون شيكل، 4 مليون شيكل هن من ميزانية البلدية، وباقي الميزانية هي من البايس، من توتو، من وزارات حكومية. يعني بدون شك ما بنقدر نقارن بلد زي نوفا جليل تحصل على ميزانيات من وزارات مع الناصري او الريني او كفر كنا او القرى المجاوره. صح، موضوع الارض والمسكن في داء كان موضوع مركزي، وهو موضوع مركزي لسه في اللد والرملي وفي يفا، وذكرتيه سابقا في حديث سابق لنا. قديش هاي الميزانيه فعلا ممكن تحل ازمه السكن واللي هي ازمه حقيقيه في اللد؟ بالخطه الحكوميه يعني موضوع الارض والمسكن بالمدن المختلطه مش موجود، يعني مش موجود بالفصل. فهو حاليا عم نشتغل انه يكون يدخل بالحارات الغير معترف. يعني في عندنا حيين باللد، واحد اللي هو بمرق هلا عمليه تخطيط واعتراف، وواحد اللي هو كمان يعني دخل بفتمال. ما عنديش اي فكره كيف الكلمه بالعربي، بس اللي هي عملية تخطيط سريعة. بالخطة الحكومية الحالية المدن المختلطة موجودة بالرفاه الاجتماعي، بالتربية والتعليم وبالتشغيل، مش موجودة بالأرض والمسكن. قضية الأرض والمسكن مركبة وبدها شغل، وهي أساس يعني وجودنا بهاي المدن، إنه كل وقت تم تضييق علينا بالمسكن، بس الناس بالآخر يعني في عامل اللي هو الحياة اليومية، الناس بالآخر كانت تلاقي الحلول مرات لحالها. يعني اليوم اللد إذا كانت يوم من الأيام فيها أحياء عربية وأحياء يهودية، اليوم فيش يعني غير حي اليشيب اللي هو النواة التوراتية، فيش حي يهودي، في أحياء بس مختلطة. اليوم فيش عمارة باللد فيش فيها يهودي وعربي، لأنه بسبب يعني التضييقات بقلب الأحياء، فكانت الناس تنتقل للأحياء اليهودية وتشتري أو تستأجر، فصفى أنه هي بتلاقي حلولها لحالها بتنتقل. وهذا كمان بتخيل بيشبه السر مع نوفا جليل، الناس انتقلت من القرى العربية للمدينة اليهودية وبلشت تسكن. فبالآخر في عامل يومي حياتي للشاب العربي عم بلاقي فيه حلول، بس احنا طبعا بدنا الحلول بأحيائنا العربية القديمة التاريخية اللي هي تاخد الخدمات، تاخد البنية التحتية، ويتم فيها كمان إضافة وتعمير وما نفقدهاش مع الوقت. ما نخافيش انه هي هالقد يعني البنية التحتية فيها عم تخرب مع السنوات، وشوي شوي نفقدها وقلونا أنه تعالوا بدنا نهدها ونبني أحياء محلها. وهذا خوفنا باللد على البلد القديمة اللي هي عم حالتها وبنيتها التحتية مع الوقت عم بتدهور، وكل ما هو في شيء أي ميزانيات بتنضخ لهناك لتحسينها وتصليحها ممكن شوي شوي يختفي مصطلح البلد القديمة، وهذا اللي بدناش إياه. نعم، وهذا ما بيصير كمان بعدة مدن مختلطة. بدي أوقف عند أزمة السكن في داء. يعني واحدة من الأمور اللي حكوا عنها في جمعية سيكوي إنه سبب المشاكل أو التوتر بين العرب واليهود هي أزمة السكن في إلى أي مدى عن جد بتفكري إنه هاي هي واحدة من العوامل للتوتر؟ وكيف يعني كيف تشرحين أو كيف تصفين التوتر الآن بعد أحداث أيار خاصة؟ يعني أزمة السكن جزء من التوتر، لأنه لما أنت بتعيشي بمدينة كل حياتك وكل النقاش يقبالك إنه ما فيش ميزانية للبناء، فيش هذا، وبيوم وليلة بيقوموا أحياء كاملة. مبنى بالسنة الأخيرة 15,000 وحدة سكنية اللي أخذوها كلها ناس من خارج البلد اللي هم متدينين يهود. حاليا عم بنبنى كمان حي، وفي الإخلاء والبناء التطوير الحضري اللي كمان بضيف 5,000 وحدة سكنية. بنحكي على أرقام خيالية اللي ولا وحدة فيها تم يعني العمل إنه سكان اللد أو المواطنين يعني يقدروا يشتريوا، إذا كانوا العرب حتى أو اليهود اللي ساكنين باللد، بس يعني بشكل عام المواطن العربي مش عم بيقدر يستفيد من البيت الأول. ممكن بعدين بعد ما يسكن اليهودي وقرر يبيع فإحنا نقدر نشتري. هذا خلق توتر بالذات إنه كل وقت كان النقاش معنا أو الجوابات اللي بتاخديها إنه فيش ميزانية مش عم نقدر نبني لكم، وبيوم وليلة بنلاقي أحياء كاملة بتقوم. ولما بنبنى بحي عربي بنبنى بدون بنية تحتية سليمة، فبصفي إنه الحي بعد 4-5 سنين
يعني وضعه كتير سيء الصراحة. الوضع يعني في هدوء بالجو حاليا، بس كتير في ضغط وتوتر، واللي هو عم بتعمله يعني جماعة النواة الثورتية أو المستوطنين بشكل عام، لا يعني لتسكيت أو لا يعني كل سياسة التحريض اللي عم بتصير على أي حدا عم بيبدي رأيه. في سياسة كاملة بالوقت الحالي عم نشوف بشكل يومي تقريبا حملات على تويتر على الصحافة الإسرائيلية ضد أي ناشط أو قيادي بقرر ياخذ موقف أو يحكي رأيه بشيء. يعني حاليا كان بالفترة الأخيرة معركة على في فيلم اللي لازم يعني يطلع يوم الأحد بالسينماتيك، اللي هو شهادات من أيار لمواطنين من اللد ويافا على كل الأحداث. حاليا في مطالبة لأنه الفيلم ينزل من العرض. قبلها كانت مسيرة الإعلام بس اللي أجت عشان يعني عملية استفزاز ومضايقة للناس، إنه إحنا بنيجي وبنحمل الإعلام وين بأي حي بدنا إياه وبأي شارع، ويعني خلق توتر لحد ما الشرطة فهمت إنها مجبورة تحرك المسيرة وتنقلها على منطقة تانية بالحي. أي حدا باللد بحاول، وبسمع نفس الحكي بالرملة أو بيافا، وكلنا شفنا التقرير تبع قناة 13 على كل التنظيم اللي بنادي وبترتب عشان يضرب ينزل يضرب عرب أو يقتل، وهناك مش عم بيصير إشي. بالمقابل عندنا شباب معتقلة على يعني أمور جدا بسيطة، مرات مجرد إنه حمل حجر أو اشترك بمظاهرة. حتى يعني العقاب فكل هاي يعني التضييقات يعني حاليا هي إشي اللي بعرفش لو يعني إذا استمر بهاي الطريقة واضح إنه رح نرجع ننفجر. لأنه حتى إذا اليوم بدك تروح على الشرطة تطلبي أي ترخيص لوقفة، يعني امبارح طلعنا مكتوب مع مع جمعية حقوق المواطن اللي هو بس بيوضح للشرطة، بيرجع بيوضح لها دورها كيف تحمي المتظاهر، يعني الناس اللي بتقرر توقف بمظاهرة أو مسيرة. صحيح، أنا لأنه بدي فعليا أرجع. اليوم الساعة 5 في مسيرة في وقفة احتجاجية عشان تم تسكير ملف موسى حسوني بدون تحقيقات يعني واضحة وبدون ما يثبت ولا إشي، وكأنه حدا انقتل وخلص راح. فبتم الاتصال بالأبو وبالأم وبالهاد إنه لا ما تعملوش وقفة، الضغط بس هون عليهم. أنتوا يعني بتمسوا بحقوقهم الأساسية. نعم، وبتمسوا كمان يعني بالشهيد اللي راح حتى الآن، يعني ما في مجرمين أو ما يعني في صفى أي كأنه لائحة إحنا اتهام. لازم نرجع، صفى شوي إنه بنرجع لنقطة البداية، إنه حتى حقق بالتعبير بالرأي اليوم عم بيحاولوا يسلبوه منا، نعم، طيب وهذا الإشي رح يكون مرفوض طبعاً. صحيح. طيب أستاذ حبيب، يعني ما المطلوب من نتسارة عليت أو من المجتمع في نتسارة عليت كي فعلا يحظى بمساواة وبشراكة حقيقية وبخدمات أساسية على مستوى جيد؟ طبعا كيف حكيت، يعني وضعنا يختلف عن المدن التاريخية، ولكن في عندنا نواقص كثيرة. حكيت عن موضوع المدرسة، حكيت عن موضوع تحسين البنى التحتية بحي الكرميم اللي هو حي عربي 90% بده شغل كثير، بده ميزانيات كبيرة. احنا في عندنا كمان مشكلة سكن وأراضي كمان بحي الكرميم، في أراضي اللي هي أراضي خاصة كانت زراعية وتحولت لأراضي اللي هي يعني بتسمح لأصحابها يبنوا عليها من 5 سنين و6 سنين، وفي واجب على البلدية أنه تطور هاي القسائم الأراضي عشان الناس تقدر تعمر عليها، والبلدية حتى الآن حتى ما عملت تخطيط لتطوير الشوارع. يعني بتحسوا في عنصرية من طبعاً البلدية؟ طبعاً في عنصرية، طبعاً في عنصرية لما أنت تنظر لحي مثل حي بسموه هاريونا جيمل اللي هو حي للحريديم المتدينين اليهود، بتشوف أنه هذا الحي بتطور خلال سنين قليلة، بتشوف في مباني، بتشوف في حضانات، بتشوف في مدرسة موجودة بالحي، بتشوف في توصيل لصرف صحي ببناء خط 12 كيلومتر بميزانية أكثر من 30 مليون شيكل ترصد لهذا الحي. وحي مثل حي الكرميم اللي هو قائم من قبل قيام نوفا جليل أو نتسارة عليت، وحتى الآن ما بعملوا تطوير بالشوارع لقصائم جديدة عشان يسمحوا للناس تعمر. بدون شك أنه في محاولة للحد من وكأنه التغيير ديموغرافي، يعني في محاولة أنه يمنعوا العرب يتطوروا ويبنوا بنوفا جليل.
صعب يمنعوا العرب أنه ينتقلوا للسكن، مع أنه في أحياء تقام ويعني يتم التحديد أنه تباع البيوت والشقق هناك لخادمي الجيش. وطبعا خادمي الجيش يعني ما في عرب اللي هن خادمي جيش بشكل عام. ففي محاولة، يعني منشوف هذا الإشي حتى محاولة من البلدية ومن أوساط أخرى بتحديد يعني التغيير الديموغرافي. اليوم العرب في نوفا جليل بوصلوا ما يقارب 30%، مع أنه يعني البلدية ما بتعترف بتقول 25%، ولكن الإحصاءات بتقول أنه في 30% سكان عرب، 30% هاي مدينة مختلطة، والبلدية لا تعترف أنه نوفا جليل هي مدينة مختلطة، تقول هي مدينة يهودية وغير مختلطة يعني. الدولة كمان تتعامل. والدولة طبعا تتعامل مع نوفا جليل وكأنها مش مدينة مختلطة. طبعا احنا منطالب ايضا بمراكز تربوية للشباب. في متناس اللي هو عربي وحيد في نوفا جليل، ولكن احنا منطالب ايضا بإقامة مراكز تربوية ثقافية اللي هي احنا بنقدر نمارس فيها ثقافتنا وحضارتنا، وشبابنا يقدروا يتواجدوا فيها. في مركز للشباب موجود، ولكن هذا المركز بتعاطى أكثر الأمور اللي هي ما قبل التجنيد، وطبعاً إحنا شبابنا ما بلاقوا حالهم بهاي الأماكن. صحيح. طبعاً النضال متواصل. إحنا كقائمة وكجزء من الائتلاف البلدي منحارب على أساس يومي لتحقيق الحقوق للمواطنين العرب، ومكملين وراح نحقق يعني كل المطالب تبعت السكان يعني العرب. كان في اللد ولا في نوفا جليل مطالب مشتركة، ربما يختلف الواقع ولكن مجتمع واحد. شكرا لك حبيب عوضي، عضو بلدية نوفا جليل، وفداء إشحادي عضو بلدية اللد، كنت معنا من اللد. شكرا لكما. شكراً.